بمناسبة ذكرى عيد الشهداء، نظم تجمع شباب المحبة والسلام فعالية وطنية تحت عنوان ملحمة وطن 11 على مدرج مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. نحن دأبنا على إقامة الفعاليات الوطنية ونختار المناسبات الوطنية وخاصة عيد الشهداء الذي لم نفوته تقريبا ولا مرة، ونحن الآن في فعالية ملحمة وطن 11، مما يعني أننا أقمنا 10 فعاليات سابقة. قبلها كانت فعالية ملحمة وطن في حلب رقم 10، ورقم 9 في مسرح حمراء في دمشق، ورقم 8 في دير الزور وإلى آخره. ونحن مستمرون في إقامة هذه الفعاليات لتكريم ذوي الشهداء وإقامة الأنشطة الخيرية والأنشطة الأخرى المرافقة أيضا لهذه الفعاليات، والتي تستمر أحيانا أياما، ترافق حملات بيئية أو حملات ثقافية أو ما شابه أنشطة ثقافية وفنية واحتفالات وطنية. أهم ما في الأمر أننا نذكر شهداءنا، شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم لنكون نحن على ما نحن عليه الآن. أهم ما أقوله فيهم ليست الكلمة التي ألقيتها الآن، ولكن أود أن أضيف أنهم لم يكونوا يوما الأنا، بل كانوا الآخر. كانوا بحياتهم يرمزون إلى ما هو أبعد من الآن، يرمزون إلى الوطن الباقي، يرمزون إلى الشعب الذي يريد أن يعيش، وهذا من حقه، هذا إنه حق إلهي معطى بالنعمة لجميعنا كي نعيش بمحبة وتفاهم، وإلا لا نعرف الله. سوريا تعرف الله لأنها تحب الآخر، سوريا تعرف المحبة لأنها تعيشها في العمق، وشهداؤها هم الرمز والأمثلة لما أقول. قدمنا أكثر من 60 عمل ثقافي فني بيئي ورياضي، وعم نساهم ببلسمة جراح ذوي الشهداء من خلال هالأنشطة والفعاليات اللي عم نقدم من خلالها عروض مسرحية وأغاني وطنية وقصائد شعرية. الفعالية تضمنت تكريم عدد من أسر الشهداء العسكريين تقديرا لتضحيات أبنائها، إضافة إلى عروض فنية ولوحات مسرحية وفقرات شعرية.